عمان الرقمية نحو مجتمع معرفي. هدفنا تحويل سلطنة عمان إلى مجتمع معرفي مستدام، إلى مجتمع يتطلع نحو آفاق جديدة باستراتيجية تعمل على تلبية احتياجات المجتمع العماني وتطلعاته المستقبلية. تحفيز قطاع الأعمال وتشجيع الشباب العماني على ريادة الأعمال هما من أهم الأولويات التي نجتهد لتحقيقها، لذلك نسعى باستمرار لتوفير البيئة المناسبة لاحتضان المشاريع الناشئة والأفكار الرائدة. نسهم بفعالية في دعم الابتكار والريادة، وذلك عبر تزويد الأفراد بمهارات تقنية المعلومات والاتصالات، فنرسم أمامهم آفاقاً جديدة للإبداع والتجدد. رؤيتنا تتجلى في تسخير تقنية المعلومات والاتصالات لتطوير مسيرة التعليم ونشر الثقافة الرقمية بين مختلف أفراد المجتمع العماني، فنفتح آفاقاً جديدة ونقيم مجتمعاً مبنياً على المعرفة. كما نجد لتطوير صناعة تقنية المعلومات من أجل دعم توجهات السلطنة لإيجاد اقتصاد مستدام مبني على المعرفة. نعمل على تحويل سلطنة عمان إلى مجتمع معرفي مستدام. عمان الرقمية تجعل الحياة أسهل.